بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد حج سليمان ابن عبد الملك الخليفة وفي أثناء طوافه رمق سالم ابن عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن هو سالم؟ إن سالما كان من الفقهاء السبعة الكبار فقيه المدينة فرأى عليه ثيابا رثة ونعالا مقطعة وحالة يبدو منها الفقر باليا فاقترب منه وسلم عليه ثم قال له يا سالم ألك إلي حاجة؟ من الذي يسأل؟ إنه خليفة يسأل من؟ كما يقولون أحد الرعية ولكنه ليس أحد من الرعية عاديا أو شخصا سهلا يستسيغ أو يمكن أن يطمع أو يطمح لما بين يدي الخليفة من أموال وكنوز وسلطان وجاه إنه سالم بن عبد الله وعبد الله هو ابن من؟ هو ابن عمر وعمر من؟ من عرفناه فالتفت إليه مغضبا وقال له أفي مثل هذا الموقف وفي هذا المكان تريدني أن أسألك أمرا من أمور الدنيا أو الأخ أمرا من أمور الدنيا فانحرج الخليفة وعلاه الخجل وابتعد عنه فأخذ يرقبه حتى فرغ من طوافه وأراد أن يغادر البيت الحرام ويخرج من الحرم فلحقه وهنا دلالة عظيمة على أن أهل العلم والفضل لا بد أن يعرضوا عن أهل السلطان لا ينبغي لعالم أن يكون شحاذا أو أن يكون رزقه على ذي سلطان فإنه إن أطعمه وسقاه وتولى شؤونه وأمره أذله واستصدر منه ما يريد من الفتاوى والأقوال فتبعه وقال له ها أنت قد خرجت قال إذن أتريدني أن أسألك حاجة من حوائج الدنيا أم حاجة من حوائج الآخرة قال أما الآخرة فليست إلينا يملكها الرب الجليل سبحانه وبحمده هو الذي يقضي حوائج الآخرة فيغفر لهذا ويعذب ذاك لكن سلني من أمور الدنيا قال والله ما سألت ربي الذي يملك الدنيا والآخرة حاجة من حوائج الآخرة حاجة من حوائج الدنيا فتريدني أن أسألك أنت من حاجة من حوائج الدنيا ما سألت ربي حاجة من حوائج الدنيا وهو يملكها وهو صاحب القدرة المطلقة والعطاء الذي ينتهي والخزائن التي لا تنفد أفأسألك أنت ثم تركه وخرج هذا النموذج على العالم الجليل العالم الذي عرف وعلم قدر ما أنعم الله عليه به من العلم فحفظ علمه أن يدنسه ذي سلطان أو أن يتسلط عليه كان عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عنه ورحمه يقول وكان تاجرا كبيرا رغم أنه كان أمير المؤمنين في الحديث من أنجب علماء الحديث في هذه الأمة عبد الله بن مبارك يقول لولا أربع ما تجرت عبد الله بن لهيعة يعني لولا هؤلاء الأربعة العبادلة ما تاجر عبد الله إنما كان يتاجر عبد الله بن مبارك رحمه الله ورضي الله تعالى عنه لينفق على هؤلاء وهم طلبة علم كبار
ويحييهم أمر الدنيا ويستغنوا عن الدنيا ويتفرغوا للعلم فينفع الله بهم المسلمين والأمة. عبد الله بن مبارك وعبد الله بن لهيعة كان واحدا من الأربعة فلا زال به صاحب السلطان أو الخليفة حتى تولى أمورا في شأن الخراج، يعني أمور الزكاة والجبال وغير ذلك. فتغير عليه عبد الله بن المبارك، فدخل عليه يوما فإذا به يراه بالوجه الذي لم يعتده منه، فأرسل إليه رقعة حياء من شيخه وأستاذه: أم ماذا رأيت مني رحمك الله؟ ما الذي رأيته مني؟ فقلب الرقعة وكتب عليها: وعندما تقلب الرقعة وتكتب عليها فهذا نوع من الاستهانة والإهانة وتقليل شأن المرسل، فإن هارون الرشيد يوم كنا أمة عزيزة يخشان الشرق والغرب أرسل إليه نقفور ملك الروم أو إمبراطور الروم في ذلك الزمان، أرسل إليه رقعة بعد أن تولى أمر الروم خلفا لملكه أو الإمبراطور أنها كانت ضعيفة وكانت تؤدي لك الجباية، فأرسل أو بعد ما أخذت ولا تنتظر مني شيئا بعد الآن. فقال هارون رحمه الله رضي الله عنه ذلك الخليفة المجاهد الذي كان يحج عاما ويغزو عاما وشوهه التاريخ المزيف المزور الذي نعيش فيه وفي جنباته، قالت لي بالرقعة: واكتب من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم، من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى نقفور كلب الروم الجواب: ما تراه لا ما تسمعه يا ابن الفاعلة فقط. ثم غزاه ودمره. قلب عبد الله بن المبارك الرقعة وكتب عليها لتلميذه عبد الله بن لهيعة: يا جاعل العلم بازيا تصطاد به أموال المساكين، يا من جعلت العلم كالطائر البازي الصقر الذي يصطاد، يا جاعل العلم بازيا تصطاد به أموال المساكين، احتلت للدنيا بحيلة تذهب الدنيا والدين، إن قلت أكرهت فذا باطل، من الذي أكرهك؟ للسلطان؟ إن قلت أكرهت فذا باطل زل حمار العلم فطيف. تحتاج إلى شرح ولا واضحة؟ نعم. يا جاعل العلم بازيا تصطاد به أموال المساكين، شبهه بالبازي أو بالصقر الذي يصطاد وينقض على الأموال، أموال المساكين، ألم يتولى الخراج للخليفة أي الزكاة والجبال وغير ذلك؟ إن قلت أكرهت، يعني إن زعمت أن هذا إكراه وأنه ولي وصاحب سلطان ولي الأمر فذا باطله، زل حمار العلم في الطين. الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فشبهه بالحمار يحمل الأسفار ولا يفقه ما يحمل على ظهره. فذهب عبد الله بن لهيعة رضي الله عن الجميع، هكذا كان العلماء، ودخل على الخليفة أو السلطان وقال له: ارحم شيبتي وأقيم، لا أريد خلاص. قال: لعل هذا المجنون، يعني بالمجنون من؟ عبد الله بن مبارك. لعل هذا المجنون أغرق، فلا زال به حتى أعفى. هكذا يكون أهل العلم، وهكذا من يحمل عنهم العلم الذين سطروا أروع الأمثلة في تاريخنا، في تاريخ هذه الأمة، يوم أن كانت عزيزة، يوم أن كان العالم يعتز بدينه ولا ينظر إلى أمر الدنيا. لا نقول عش حالا أو مد يدك إلى الناس، ولكن اخترت طريق العلم فلا تسأل الناس ولا تتولى لذي سلطان، فإنه يأتي يوم تقول بما يقول: شئت أم أبيت، مكرها راغما غير راغب. أسأل الله تعالى أن يغفر لي وإياكم وأن يتولى إياكم رحمته.
آمين وصلى الله وسلم على نبينا رسول محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وقوموا إلى الصلاة.